بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض قالب القرنبيط. عندنا هنا قرنبيط مقطعين وحدات صغيره وغسلينه كويس. وعندنا هنا لو عندك بقايا يعني صدر فرخه او اي حته هي باقيه عندك، لو مش موجوده مفيش مشاكل. عندنا هنا بصل وثوم، وعندنا مجموعه من التوابل اللي مفضله ليكي، ممكن يكون بصل بودره وثوم بودره وكمون وفلفل وشطه وبابريكا. وهنعمل مع بعض قالب القرنبيط بالبشاميل، وتعالوا نشوف احنا هنعمله ازاي ونبدا مع بعض ان شاء الله. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط القرنبيط بتاعنا دي عندنا في اي طاسه تكون غويطه او حله حسب المتاح عندك، وهنحط معانا نص كوبايه من الميه، وهنضيف عليه رشه من الملح، وهنغطيه وهنبص عليه كل فتره لحد اما يستوي على النار. الاول ما تلاقي الميه بدات انها تغلي هتهدي العين شويه. عندنا هنا زبده مثلا، او انت بتفضلي الزيت فحطي زيت، دي زبده او زيت انت حباه. هنبدا ان احنا نضيف البصل والثوم، هنضيف رشه من الملح عشان يدبل البصله بسرعه. البصله عندنا بدات تدبل، هنضيف نص كوب من الطماطم اللي هي العصير بتاعها، نحط مجموعه التوابل اللي انت بتفضليها، شرط التوابل دي اللي انت بتحبيه في الطيب. هنضيف الفراخ، طب لو ما عنديش فراخ مفيش مشاكل، احنا هنسيب التسبيكه دي معانا انها تتسبك شويه، ونضيف لها بس نص كوبايه من الميه. وبعد كده من غير الفراخ ولا حاجه مفيش مشاكل، هنحط القرنبيط عليها. لما القرنبيط عندنا تسيب هنسيب دي كده تاخد مع نفسها وتطيب معانا. هنبدا ان احنا نجهز صوص البشاميل بتاعنا. عندنا هنا مع حسب حجم الصينيه بتاعتك، انا هنا عشان الصينيه تبقى متوسطه فانا حطيت معلقه ونص، احط عليها كميه من الزيت، كميه كافيه بحيث ان انا اقلب كويس الاول كده، بحيث ان مفيش حاجه تكون عندي تدي كلكع، يعني مجموعة كده تكون كويسة الدقيق كله يدوب خالص. بالمنظر ده كده حط على النار، ونبدأ ان احنا نسخنه شوية بخار. هو اول ما يسخن هنبدأ ان احنا نضيف كوباية من الحليب، هنضيف رشة ملح، هنضيف برضو رشة فلفل، هنضيف معلقتين كبار من الجبنة لو انت عندك جبنة شيدر او جبنة رومي او جبنة موتزاريلا اي نوع. احنا طبعا نقلب تقليب مستمر لحد اما السمك بتاعها يتقل معانا. حاسه السمك ده يعني تقيل شويه، فاحنا ممكن نضيف شويه لبن نقلب. ده السمك اللي انا عايزاه، ممكن تقولي سمك اقل، كل واحد حسب يعني سمك البشاميل اللي هو بيحبه. ده كده خلاص، لو انا هستعمله على طول طبعا هستعمله، لو لسه في وقت انت هتستعملي البشاميل يعني بعد فتره فانت هتغلفيه كده باي كيس بلاستيك على اساس ان هو ما يربيش معاكي قشره من فوق. المنظر ده كده كده القرنبيط عندنا يعتبر طار، يعني هنطفي عليه نهار ونبص ليه
العين خالص، وهنغطيه على نار هاديه حوالي يعني من 4 دقايق بس، وبعد كده ننتظر ان احنا نحطه في القالب بتاعه. عندنا قالب هنا احنا دهنينه الوقت بتاعه، بس هنحط عليه بس كده ايه معلقه من البشاميل، نبدا ان احنا نقلبه فيه كده. جاهز معانا بقى القالب، نحطه فيه وهنبدا ان احنا نحط الصوص بتاع البشاميل. كده معانا القالب جاهز، هندخله بقى الفرن ونشوف ونرجع مع بعض ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد ما الصينيه الجميله بتاعتنا طلعت من الفرن. هنبدا بقى ان احنا ايه، هنقطع يعني وريكم كده حاجه منها.